متتبعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في بث مباشر جديد مباشرة من الدار البيضاء، وهذه المرة مع حكاية أخرى من حكايات الناس اللي يعني عانوا مع الخدمة وما لقاوش فين يخدموا، رغم كيحاولوا يديروا مشاريع صغيرة رغم كل شيء كتفشل. ولكن هذه المرة حكاية من نوع آخر. معنا سيدة اللي ديجا تسجنات 5 سنين وتسجنات وهي مازال طفلة، وأنها تسجنات ظلما نظرا لخطأ وقع انها تشابهت، انها يعني الشبه مشات ظلما بسبب الشبه. من بعد 5 سنين عاد بانت البراءه، من بعد 5 سنين بانت البراءه ديالها، ولكن ملي خرجت ديالها لا عائله ديالها لا المجتمع، ومن ثم وهي بقات تدخل الحبس خرج، يعني ولات كتمتهن الحرفه السيئه. معنا اليوم راديه غتحكي لينا قصتها ونتعرفوا عليها. السلام عليكم اختي، كي دايره؟ لاباس عليكم اختي. انا راضيه، راه كلشي تيعرفني كيعرف قصتي. انا هي الدريه اللي تظلمش، انا هي اللي تشابهت لي مع وحده مطيحه روح ومشيت فيها. انا كنت كنتريني وكان عندي لاصال كنت بخير، تشابهت لي مع وحده جاو داوني انا، بقيت 5 سنين تحقيق. وهذا الشبه هذا يعني راه حنا بزاف شبه هي انا الا بركات حدايا غتقولي شويه ميه معايا، ولكن راه كنعرفوا ان التحقيقات وهذا في البوليس راه يعني كاينين بصمات، كاينين بزاف الحوايج. ما كانش فين كان شي كنشوفي يا من في الحبس مضاني، راه ما كانش شي ديال دابا. دابا كلشي تطور، يعني شحال هادي غنقولوا كانوا كيعتمدوا غير على الشكل، على الشكل حيت انا ملي دخلوا الشوت يقولوا هي دريه، وواحد دريه ودري جوج الناس كيقولوا انا. شنو كان نوع الجريمه اللي ارتكبتها السيده؟ قتل. هي باقا طفله وقتلت. كانوا بي مشيتش انا في الرجلين، يعني صافي ملي مشيتش انا راش من دريه بطاله لدريه سيئه. شنو كان ردة الفعل ديال الاهل ديالك في ديك الساعه؟ لا ما تقبلوش، ما تيقوا بك ولا ما تيقوا؟ لا ما تيقوهاش، كلشي ما تيقهاش، ولكن لمن غتهضر مع من غتهضري ديك الساعه صافي حياتك مشات. مشيتي طفله، يعني غنعرفوا طفله غتشينيش الاصلاحيه، كيفاش عشتي ديك التجربه ديال نقولوا 3 سنوات الاولى قبل ما توصلي لسن الرشد؟ عشت العذاب، عشت كرب حيت ما تقبلهاش، حيت ما غطيحش لك على بالك. دريه كانت بطاله عندها مع لونطريم، انت غتدخلي وسط الدريات مشدودين الله يطلق سريح الجميع، اللهم امين. يعني ما غتقبليهاش، يعني بحال دريه نقيه غدا تحكي نقيه. هزي شي راديو وحطي شي راديو، وليت بحال كنقولوا شر ما خلق. حنا كنعرفوا ان الاصلاحيه او السجن بشكل عام هو للرديعه، يعني انسان غيخرج صالح. هنا انت كتقولي لي انك خرجتي بالعكس من السجن خرجتي انسان واحد اخر. حيت تظلمش. كيفاش خرجتي راضي؟ تظلمش حيت الظلم صعيب، واللي غيعرف بحق الظلم غيعذرني، حيت شكون ما قباحيتش غنتكرفس كثر، حيت المجتمع ديالنا ما تيرحمش. خاصك تفرضي سيطارتك تما باش تعيشي كما كنقولوا. كاين الظلم حتى داخل السجن، التعدو الظلم اللي كاين تما ما كاينش هنا، القوي كياكل الضعيف. خاصك تعيشي بداك المستوى اللي عايشين فيه هما. الا بغيتي تعيشي، الا ما بغيتيش تعيشي راه كتمرمدي وتاكلي العصا. تحولتي من طفله راضيه الطفله المؤدبه بنت دارهم لراضيه الشرسه اللي بنت الزنقه. كما كنقولوا بحال هكا، انا ماشي بنت الزنقه ولكن خلاتني تكوني بنت الزنقه، بنت الزنقه باش نعيش. وصلت انا ساليتي فتره اصلاحيه مني، مشيتي للفتره ديال السجن ديال الراشدين، وكاش خراش يعني وهيت خور، وخاص بزاف، وخاصك بزاف بزاف، خاصك تضربي راسك باش تعيشي باش ديري بلاصتك. غنقولوا بهذا المصطلح ديالنا الدارجه ديالنا صوفجتي، ديال صوفجتي باش تولي عايشه وسط ما كان كيجي عندي حتى واحد، حتى الاهل ديالك زياره ما كانتش والو، يعني حتى هما متيقين 100% راه ما كاينش عندنا حتى نسبه في الشك. كيجي عندي حتى واحد، عشت راسي. دوزتي ديك الفتره ديال السجن، كيفاش جاو قالوا لك راك انت خرجتي براءه؟ واحد جاو عندي بالليل قالت لي راضيه راك غتخرجي، قلت لها سير ضحكي على راسك. اللي جا عندك موظفه تشوف؟ قالت لي راه غتخرجي، قلت لها ويلي سير ضحكي على راسك، ضحكي عليا انا غنخرج. قالت لي شحال كان محكوم عليك اصلا في القانون قبل ما ماش باقا تحقيق؟ هادشي 5 سنين كلها غتحقيق؟ باقا تحقيق، كاين اللي ضارب 60 وكاين اللي ضارب 7 سنين تحقيق. كتمشي وكتجي وكتمشي وكتجي كتمشي وكتجي. انا واحد الوكيل الله يرحم ليه الوالدين واش ماشي لحي، قال لي ما الدريه ما دايرهاش خليهم يلفها محلول. اما راه كانوا غيحكموا عليا بالمؤبد ولا 30 عام. ومين جات عندك الموظفه وقالت لك راكي غتخرجي، شنو كان رد الفعل ديالك؟ ما تيقتش،
واحد شدوني للمحكمة الغد، قالوا لي عندك محكمة. مشيت للمحكمة، ملي وقفت الدري انا غيبت، كتشبه ليا بزاف، انا ما كنتش دايره نهار. كتقولي شي اختي تويمي وانا ما عرفتش، حيت كون شتيها انت غتفاجئي، كتشبه ليا بزاف. غيبت انا، داوني السبيطار من تما حتى الغد هي باش غنخرج برا. توقعتي انك غتخرجي غتلقاي الاهل ديالك في الانتظار ديالك؟ لقيتهم، لقيتيهم واقفين. لقيتهم على سلامتك وهادي وهادي، ولكن باش تمشي معنا للدار الا. وعلاش جايين عندك مني هما؟ مناويينش يديوك للدار. جايين غيعطوني الفلوس باش نعيش. باش تعيشي؟ وانا ما بغيتش الفلوس، بغيت دارنا، شنو ندير بالفلوس؟ ومن تما هنا صافي. كانت انطلاقه ديال رحله الاجرام. يعني ما رحمني حتى شي واحد، صافي قاصني نفرض الستاره ديالي ونخرج ونعيش ونتقاتل ونشوف، حيت انا ما عمرني شفت الزنقه كي دايره ولا بنت في الزنقه. شنو نوع الجرائم اللي كنتي كترتكبي ملي خرجتي من السجن؟ يعني راضيه اللي خرجت شابه. اللي كطيح لك في بالك درتهم؟ السرقه، السرقه، تبزنيز بزاف. خديت الجزاء ديالي وعفى عليا الله ودخلت سوق راسك، واش فهمتي؟ هنا شي من الماضي. اما دابا خويا انا راه باغا نعيش الحمد لله. شوف شحال ديال الدوايج. ها باش كنعيش دابا انا؟ وليتي كتعاني من شي امراض معينه؟ عندي السكر، العصابه، فين انا بقى باغا نعيش خويا، مابقيتش باغا والو. الحمد لله. قلتي لي التوبه هنايا ملي جيتي، كانت قلتي لي على ايد الزوج ديالي الله يرحمه. الله يرحمه. تشبت ودخلت سوق راسي وعفى عليا الله ديال بصح. وليت كنسمع في ودني، وكما كان موليت كنسمع في ودني وكندير راسي ما سمعتهاش، حيت اختي بغيت نعيش، ما بقيتش باغا والو. فاش انا قلتي دابا بابا وليت باغا نعيش الخدمه، ما بقيتش كنخدم، بغيت الخدمه الحلال. ما لقيتهاش. فين لقيتي صعوبات انك تلقاي الخدمه؟ كلشي كلشي. دابا خاصك لاكارت، وخاصك تبوانتاي، وخاصك 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 بزاف الشاميناج، خاصك لاكارت. وانا فين غنجيبوش؟ انا ما نعيش، انا ماشي مواطنه، ما عنديش حق. انا بغيت حق واحد من الحقوق كامل، بغيت حق هو حق الشغل، حق الشغل والعيش الكريم، صافي. شنو حاجه اخرى صعيبه الا بغيتي نعيش؟ شنو دابا حاليا ملي كتعيشي؟ راضي حاليا ملي كتعيش؟ كلينيكس، كنبيع الحوايج قدام، كنبيع النجاس، راني كندور معاه. ويعني عندك وليدات كتصرف؟ عندي جبنيات. لا بقى حاليا ما كنصرفش عليهم، هذه مشكل اخرى على بناتي. انا دابا بغيت نهضر، بغيت نخدم. بغيتي تخدمي؟ توجهي نداء ديالك يعني للناس المسؤولين، المحسنين، الجمعويين. بغيت نخدم، بغيت خدمه كريمه ونعيش ونخلص بها كرايه ونعيش، صافي هذه هي اللي بغيت. وعاش سيدنا، الله ينصرو لينا، والله يشافيه، والله يوقف مع هذا النداء لسيدنا. كان انا كنطلب من سيدنا يوقف معايا والجاليه المغربيه، والله يرحم ليهم الوالدين. انا بغيت نخدم. عطي الرقم ديالك الناس لا شي محسن يشوفك شي شركه. اليوم النمر شي 06 91 05 14 31. والله يشافي لينا سيدنا يا ربي، والله يرحم لي الوالدين، والله يعطي صحيح. شو طبعا هذه كانت حكايه ديال الحكايه، سجينه من السجينات، احدى ضحايا المجتمع اللي ما كيرحمش، حكايه راديه. سمعتوا قصتها؟ سيده ما طالبه والو غير انها تخدم لقمه العيش حلال باش تصرف على راسها وعلى وليداتها. طبعا احنا جينا وشفناها وحاورناها، ولكن هي بغات توصل رسالتها ليكم نتوما. فالمرجو من اي واحد شاف هذا البث المباشر ويقدر يعاونها ولو غير بالقليل، ويوصلها لشي حد يعني عنده شي خدمه، يوصلها لشي جمعيه، يتواصل معها عبر الرقم المذكور. الى هنا وصلنا نهايه البث المباشر، الى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.